السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقيقة. بسم الله، الحمد لله، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من قلها. أبى أقولكم قصة. كان في يوم من الأيام، أنا من عائلة متوسطة، أمي وأبوي كانوا في يوم من الأيام يجمعون راتبهم عشان سنة يسفروننا يورونا الدنيا وسنة نجلس في الرياض. هذه قدراتنا. هو ليش الطبقة المتوسطة صايرة موضة الآن؟ كل واحد يطلع يسوي نفسه مسكين من أول. محمد بن سلمان يقول للناس ترى أنا أبوي كان مطفر. السيسي يقول لك مسكين ما كان عندي ثلاجة إلا موية. والحين جاينا تركيا للشيخ. شفتوا بالله سفيرنا في لندن؟ سفير لبق، إنسان مرتب، متحدث جيد، لدرجة بعض الأحيان تحس إنه ما يستاهل نحط في المواقف هذه. بس مشكلته الأسبوع هذا حاول يسوي نفسه ذكي شوية، فالواحد مضطر إنه يرد عليه. احنا الظاهر كل اسبوع لازم يطلع لنا واحد يحاول يستقبل علينا، مو مشكله نشوف مع بعض. سارو قحطاني who was named by the CIA as one of the most likely suspects. He's investigating, being investigated as well. At home. In Saudi, yes. No, but in his home. He is in his home. No, no, no. Right. He's in his home. يحقق معاه في البيت. عندك في البلد آلاف الناس قضت سنين في السجن بدون تهم ولا محاكمات، بينما المتورط المباشر في أكبر قضية في البلد قاعد في البيت. من متى التحقيق عندنا في البيت يا رجل؟ إيش هذا الاستخفاف يا عالم؟ أحد فيكم يعرف واحد متهم بجريمة قتل والدولة تحقق معاه في البيت؟ ولا هي حالة خاصة عشان كل شيء لا سعود؟ كل شيء لا سعود؟ كل شيء لا سعود؟ هاي قصيدة شهر سلاح باخرين على الكفاح ولو يجي في عالمه كل شيء لا سعود؟ كل شيء لا سعود؟ ما علينا نكمل. ما شاء الله عليك محمد بن سلمان حطها في رأس 3 مليون مواطن، وانت الحين حطيتها في رأس الأتراك. الجريمة حصلت في قنصليتك في تركيا يا أخي، اللي هي أرض سعودية انت اللي تتحكم فيها، وفوقها يسري قانونك انت. الفريق سعودي والضحية سعودية والأرض سعودية، بس مسكين ما تعرف شيء. الموضوع عند الأتراك، يعني فهمونا يا جماعة. إذا مبس ما له دخل بلا شك، وسعود ما في دليل عليه، والعسيري ما حضر جلسة المحاكمة اللي قبل سنة إلا عن بعد وطالع قدام العالم يحضر مناسبات عائلية ولا كأنه شيء، أنا ماني فاهم والله. يعني الحكومة تحاول تقنعنا إنه شلة طراطير في الدولة قرروا لحالهم اغتيال أشهر صحفي سعودي في العالم، وهو الكاتب في واحدة من أكبر صحف العالم. يعني كذا قعدوا مع بعضهم في استراحة وقالوا أقول لكم يا جماعة إيش رأيكم نروح نغتاله من وحدهم. لا جاتهم أوامر، لا جاتهم تعليمات، خرجوا من بيوتهم، ركبوا سياراتهم، ركبوا طياراتهم وتوجهوا وقاموا باغتياله. والدولة ما تعلم. عجيب. الكل ملاحظ أنه كل ما على منصب الشخص كل ما قلت تبعات القضية عليه. إن كنت محمد بن سلمان فأنت ما زلت الحاكم الفعلي للبلد، إن كنت سعود فأنت جاك إعفاء رسمي من منصبك لكنك عادي شغال من خلف الستار ولا عليك قضية ولا شيء، إن كنت أحمد عسيري فأنت جاك إعفاء وعليك قضية لكن تحضر المحكمة عن بعد ونكمل حياتك طبيعي، تتمشى وتحتفل بتخرج أقاربك اللي يمديهم مرة، فخورين فيك الآن يا نمر، يا فرقة النمر أنت. إذا أنت المطرب ولا الطبيقي ولا العشرة الباقين فأنت محبوس مختفي عن الناس
موجهة تهم ضدك وتواجه يا أما الإعدام أو تغيب للأبد، لأنك تعرف أسرار لا يمكن يسمح لها أنها تطلع، لكنك في نفس الوقت ما أنت قريب جدا من مبس بضرر تحميك. في الأخير لازم تضحية بأحد عشان يتم إقفال القضية، ونقول للناس أن العدالة أخذت مجراها، إنها بلد القانون، إنها بلد العدالة. أعلنت صحيفة الفاينانشال تايمز أنه قد تم تأجيل طرح أسهم أرامكو في سوق تداول اللي كان المفروض يعلن عنه الأحد الموافق 20 أكتوبر. الخطة الأساسية لمحمد بن سلمان كانت أنه يبيع 5% من أرامكو عام 2018، بس هذا الطرح اللي تأجل كان 1% وبرضه فشل. هذا مثال جميل لدراسة أداء الرؤية وطريقة إدارتها. واحد من مصادر الصحيفة يقول أنه التأخير حصل عشان تعطي الشركة وقت لتجهيز نتائج الربع الأخير عشان يطمنون المستثمرين أنه القصف ما ضر الشركة ماليا. المشكلة أنه من يوم ما انقصفنا والناس في عالم الاستثمار افترضوا أن الطرح لازم يتأجل لن توضح أمور المنطقة. هل هي بتكون حرب؟ ولا هذا القصف حصل مرة واحدة وخلاص؟ المستثمر يبغى يعرف وضعه، لكن خوينا لازم يستعبط. ليس هناك شيء، لماذا أنتم خائفين؟ نستطيع أن ندخل إيران في أسبوع واحد بخمسين جيب فقط. يبغى يسوي فيهم زي ما مثل علينا أنه ما في شيء لما راح سباق الهجن يوم القصف. على باله أن حركاته ذي بتمشي على جهابذة السوق. الرجال ما يبغى يجي مؤتمر الاستثمار بعد أسبوعين إلا هو مخلص من بيع أرامكو، بحيث يتباهى به كإنجاز وخطوة مهمة لأجل تحقيق الرؤية. وبالتالي طلعت الحكومة بأذرعها المختلفة بما فيهم الرميان، يقولون الطرح قريب جدا وأقرب مما تتخيل. إن شاء الله بيكون بأقرب ما تتخيلي. الشركة أعظم شركة في تاريخ البشرية. الشيء الثاني هو الأرجح سبب التأجيل الحقيقي، أنه صاحبنا مصر جدا أنه تقييم الشركة 2 تريليون دولار. كثير من الناس من البداية يقولوا له لا يا عمي الشركة ما تسوى تريليونين. الكلام هذا كان من أول لما طلع لنا في 2016، بس بعدها تغيرت تقديرات الاقتصاد العالمي وصارت مؤشراته أضعف. بالتالي سيكون هناك ضعف قادم في سوق النفط، إذا انخفضت أسعار البترول انخفض تقييم الشركة. وبعدين صار القصف واتضح أن الشركة هدف سهل وأن الدولة غير قادرة على حمايتها أبدا، وبالتالي المفروض تقييمها لابد يقل. لكن الحكومة طبعا أصرت أنها تمشي على خطة مبس، لأنه ما في أحد فيهم يتجرأ يقول له شيء، لدرجة أنه حتى المحللين والمستشارين الماليين اللي جابتهم الشركة من بنوك أمريكا الاستثمارية للتجهيزات ما قبل الطرح ما كان عندهم إلا 3 أسابيع للتأكد من أصول الشركة وغيره، بينما طرح الشركات الكبرى في العادة يأخذ له من 6 إلى 8 أسابيع. في تقرير من الوول ستريت جورنال يقول أن المحللين كانوا يجهزون تقييماتهم على أساس ينشرونها يوم الجمعة 18 أكتوبر، وأن الرقم اللي اتفقوا عليه كان قريب من 1.5 تريليون دولار، يعني 25% أقل من 2 تريليون دولار حقت مبس. فاللي حصل له على الأرجح أنه الرقم ما جاز له، وعلى باله أنه يقدر يجيب تقدير أعلى بعد ما يمر الوقت على موضوع قصف بقيك. غير كده الفاينانشال تايمز تقول أنه هناك لجان حكومية مارست ضغوطات على تجار سعوديين وبعضهم من اللي كانوا في الريتس أنهم يعيدون أموالهم اللي في الخارج عشان يستثمرون في أرامكو. السبب طبعا أن الحكومة تبغى تزيد الطلب، وهذه الممارسات بطبيعة الحال ما تنشاف في الأسواق المحترمة. الحقيقة أن اللي صار مش كارثة أو شيء من هذا القبيل، لكن يوضح أنه قصف بقيق توابعه ستكون طويلة المدى، وأن طريقة إدارة الطرح راح تثير أسئلة لمدراء صناديق الاستثمار الكبرى في الغرب عن حكمة وقدرة القيادة السعودية على التعامل مع الملفات الضخمة، السياسي منها وحتى الاقتصادي. نعتبر أن إيران هي أم الإرهاب في المنطقة، وبما في ذلك ما يسمى بالإرهاب السني. هذا الفيديو أيام الهياط، أيام شيلة الله أكبر لا دعانا الموت جينا جينا، أيام سندخل إيران في أسبوعين، سننقل المعركة للداخل الإيراني، لن ننتظر أن يأتوا إلى السعودية. خلونا نشوف إيش اللي صار بعد قصف بقيك. هل يمكن الآن لأي بوادر أو لأي مبادرة وحوار فعلا إنهاء الصراع بين المملكة وإيران في المنطقة بشكل نهائي؟ نأمل ذلك، نصلي من أجل ذلك، لأننا لا نريد في أي وقت من الأوقات أن تندلع حرب بيننا وبين الأشقاء. بخصوص النمو الاقتصادي، صندوق النقد الدولي غير رأيه، كان متوقع أنه الاقتصاد السعودي بينمو في سنة 2019 بنسبة 1.9%، الآن بعد مرور 10 أشهر تغير التوقع للصفر فاصلة اثنين، يعني الصفر، يعني ما في نمو.
ثاني أسوأ أداء في الاقتصادات الكبرى. على الرغم من الميزانية التريليونية والمشاريع والاستثمارات والتطبيل والهراء اللي سمعناه في الإعلام مع إعلان الميزانية في بداية السنة، نشوف سبق وعليه فإننا نلتمس اليوم حراكا اقتصاديا فريدا من نوعه، إذ أضحت السعودية ذات تأثير وحضور وأهمية كبرى في اقتصاديات العالم، وعليه فقد واصل الناتج المحلي الإجمالي نموه المتصاعد. هراء. نشوف عاجل. إن أثر تلك الإصلاحات واضح من خلال رفع مؤشرات نمو الاقتصاد السعودي، والذي من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2019 إلى 2.6%. هراء. نشوف صحيفة المدينة. الأرقام تعلن بأن معدل النمو الاقتصادي سيبلغ 2.6. هراء. طب خلونا من المطبلاتية، خلونا نشوف الحكومة نفسها إيش قالت على الميزانية. العنوان الأول هو أن هذه أكبر ميزانية تنموية تشهدها المملكة العربية السعودية. أكبر ميزانية تنموية وفي الأخير 0%. اللي بعده. وبإذن الله تعالى كما وجهت القيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد، سوف يلمس المواطن أولا تأثير هذه الميزانية. أحد منكم لمس الميزانية يا شباب؟ ما حد لمس الميزانية. يمكن المستثمر الأجنبي لمس. ها؟ لا، حتى هو ما لمس. مشكلة هذه والله. هذا العام شاهدنا حقيقة يعني عمل مهني من قبل وزارة المالية يشكرون عليه، أرقام كبيرة جدا ما شاء الله. 0% وإحنا ماشيين كما هو مخطط له. أجل لو ما إحنا مخططين إيش بيصير؟ الفلوغرز ما شاء الله. طبعا عارفين من يوم اغتيال جمال رحمه الله الأضواء مسلطة علينا من كل مكان، بدأت تطلع فضايحنا للعالم، شيوخ معتدلين في السجن، ناشطات يتعذبون في السجن، اختفاءات، تعذيب، تقطيع، أمور مخيفة، نسأل الله السلام. كيف نلمع الموضوع، نسوق للبلد ونجذب استثمارات أجنبية ونجيب مين؟ Sandstone cave art in the kingdom of Saudi Arabia dates back as early as the 3rd century BCE. نستأجر مرتزقة الانستغرام برحلات مشمولة تذاكر سفر وحجز فنادق وغيره، ما في مشكلة حتى الآن، بمشي معاك وبقول لك إنها خطة تسويقية تصب في مصلحة اقتصاد الوطن. لكن أنا أقول لك وين المصيبة. صحيفة الجارديان تواصلت مع 50 واحد من هؤلاء الفلوغرز اللي استلموا مبالغ، 2 منهم انسحبوا من مقابلة الصحيفة قبل 5 دقائق من إجراءها، وذكروا أن رسالة وصلتهم من الحكومة السعودية تطلب منهم عدم إجراء أي مقابلة صحفية حول هذه الدعوة. يا ترى ليه؟ طلعت الحكومة موفرة رحلة مسبقة الدفع لذول المشاهير، بعضها مع عدد متابعينهم يتعدى 500,000 أو أكثر، بمقابل الإسراف في المدح وأن يتجنبوا ذكر أي شيء يخص الاعتداء على حقوق الإنسان. أنا عندي اقتراح سهل، بدل اللف والدوران وحركات المصاريف اللي ما لها داعي هذه، حسن نفسك، هذب نفسك، بلاش تقطيع، بلاش تعذيب، بلاش صعق كهرباء، بلاش تحرش المساجين، تمشي أمورك من دون أي مصاريف. أوكي حبيبي. بلا شك بلا شك. ترى
شغلك هذا ما هو عاجبني. صارفين مليارات على الترفيه، ترندات تويتر على العاطلين، هذه خطيرة جدا. في هاشتاج اسمه تجمع العاطلين السعوديين انطلق قبل كم يوم، وبصفتي عاطل ما بدأ يشتغل إلا قبل أسبوعين ثلاثة مع بداية البرنامج حبيت أشارك. نحن لم نطلق الهاشتاج، هو انطلق من وحده، مواطنين سعوديين أطلقوا هذا الهاشتاج وأحببنا أن نشاركهم الهاشتاج. فما أعرف، في ناس جن جنونهم ويتهمون المشاركين في هذا الهاشتاج اتهامات غريبة، خونة الوطن، أنهم يطعنون الوطن في الظهر. ليش؟ كل هذا عشان طالبوا انهم يلاقون وظائف؟ كل هذا عشان اطلقوا هاشتاج يعبرون فيه عن قضيتهم؟ انا ما اعرف الناس اللي تحاول تسقط هذا الهاشتاج، واسقطت الهاشتاج هذا كم مره رغم انه ما زال ترند. ما دام عندك القدره على اسقاط الهاشتاجات، ليش ما شفنا قدرتك في اسقاط الهاشتاجات الاباحيه؟ ليش ما شفنا انفعالك وغضبك لما نشوف هاشتاجات تسيء للوطن متصدره ما زالت ترند؟ ولا انت عاجبك الوضع؟ عاجبك أي شيء ولو كان انحلال أو سقوط أخلاق؟ يعني المهم ما يكون في طلبات للشعب، ما يكون في حقوق للشعب، ما يكون في صوت لهذا الشعب أنه يطالب. خايف أن المعارضين شاركوا؟ حل المشكلة. ما تبغى الأعداء يتربصون؟ أنهي ملف البطالة. ما تبغى أحد يتكلم عليك؟ أغلق كل النوافذ عليهم، ألجم أعدائك وخصومك، ما حد يقدر يركب فوق ظهرك. العراق ولبنان انتفضوا في اللحظة اللي إيران اعتقدت أنها أحكمت سيطرتها على المنطقة بعد قصف منشآت النفط السعودي وانكسار اللغة الرسمية الحكومية أمامها وقرب انتهاء الحرب في اليمن بدون أي نجاح، وعرض ترامب للقاء الرئيس روحاني بدون شروط الذي رفض هذا اللقاء أصلا نجاح كبير. في هذه اللحظة التاريخية في مسيرة الثورة الخمينية ينتفض العراق ولبنان ضد حكوماته الموالية لطهران منددين بالفساد وغياب العدالة وضعف التنمية. والعجيب أن الوجود الإيراني أحد أهداف هذه الانتفاضة. بعض الأحيان تغيب عن الواحد طبيعة النظام الإيراني الحالي. النظام في إيران هو في حقيقة ثورة، يريد تصدير ثورته. مكونه الأيديولوجي له قبول كبير عند بعض العرب، فهو يدعي تحرير الناس من استبداد الأنظمة القمعية العلمانية المنتشرة في المنطقة منذ نهاية الحرب العالمية الأولى وسقوط العثمانيين. كذلك يتبنى قضايا لها قبول شعبي واسع، من رفض تام وقاطع الكيان الصهيوني وللوجود الأمريكي في المنطقة، ومن خلال عداءه الواضح لأمريكا وتسليطه لأذرعته في المنطقة على إسرائيل، يتظاهر وكأنه القوة الوحيدة الشرعية في المنطقة، بينما بقية هذه الأنظمة مجرد دمى وضعت من قبل الغرب تتمتع بحمايته وتسعى جاهدة لإرضائه ومهووسة تماما بالبقاء بالسلطة على حساب أولويات الشعوب. وكثير من هذا الكلام في شيء من الصح، لكن ما يتضح الآن لكل شعوب المنطقة من خلال نشاط الأحرار الإيرانيين في الداخل، سواء كان النشاط مدني أو حقوقي، أن نظام الملالي لا يقل استبدادية عن غيره، وأنه فاشل تماما في مشاريع التنموية في الداخل الإيراني وحتى في الخارج. مش عشانهم هزموا جماعتنا سياسيا في الخارج، هذا يعني أن نظامهم في الداخل سليم وأنهم يسيرون على خطى واستراتيجيات سليمة، لا، هذا يعني أن جماعتنا أغبياء فوق المستوى الطبيعي للغباء. العجيب الغريب أني لاحظت حاجة في الثورة اللبنانية، تحديدا ردود فعل الإعلام وبعض المشاهير من مشاهير العالم العربي. تخيل معايا صحيفة زي صحيفة عكاظ
اللي وصفت الناشطات لجينة الهذلول وعزيزة اليوسف اللي كانوا يحاربون لأجل حقوق المرأة السعودية وإصلاح ملف المرأة والمعنفات في السعودية وصفتهم بالخونة. إيش كان تعليقها أمس على ثورة لبنان؟ يقولون الحلوات ثورجية في كل مكان، كل الحلوين ثورجية. منشط بالخط العريض في صحيفة عكاظ السعودي، عكاظ نفسها اللي كانت تصف الناشطين والناشطات اللي طالبوا ببعض الحقوق المدنية في السعودية بالخونة، خونة، خونة الوطن سمتهم. اليوم تقول لك كل الحلوين ثورجية، فين؟ في لبنان. عشان إيش؟ عشانهم يطالبون بإسقاط نظام كامل. عجيب، كيف تتحول صحيفة لتخوين أشخاص طالبوا بحقوق مدنية إلى صحيفة ثورية في مكان آخر؟ نفس الحال مع واحد مغني زي راغب علامة، مشهور من المشاهير، قبل أسابيع يخرج فيديو يدعم السيسي المستبد المجرم، ويجي اليوم يدعي إنه تشي جيفارا في لبنان. عجيب هذا التلون، عجيب هذا التناقض. خمسة أيام احتاج الأتراك فقط لتحقيق أهدافهم فيما يعرف بعملية نبع السلام. 30 كيلو منطقة آمنة حققوها بعمليات عسكرية أو بحلول سياسية. يبقى السؤال، لماذا نجحوا هم في سوريا وفشلنا نحن في اليمن؟ الإجابة واضحة، لأن لديهم رؤية واضحة وجلية مما يريدون، وبقينا نحن نتخبط. طيب إحنا مع علي عبد الله صالح ولا إحنا ضده؟ طب إحنا نبغى نتحالف مع الأخوان ولا نبغى نقاتلهم؟ طيب إحنا هل ندعم الجنوبيين في انفصالهم ولا نبغي ضدهم؟ ما في رؤية، ما في وضوح، والنتيجة فشل متواصل لأكثر من 4 سنوات. الول ستريت جورنال نشرت تقرير عن الجهود الأمريكية القائمة في المملكة لرفع الجاهزية العسكرية حول منشآت النفط. هذا طبعا بعد ما استقبلت السعودية العظمى قوات حماية أمريكية بعد قصف بجيك. التقرير بطبيعة الحال مهم جدا لقراء الول ستريت جورنال، بما أنه أغلبهم شغالين في قطاع المال أو الاستثمار، أكيد يهمهم قديش أرامكو محمية بحيث يتضح لهم إذا هي خوش استثمار ولا مشروع إفلاس. والحقيقة اللي قال في التقرير ما يطمن. التقرير تحدث عن أن السعودية مهتمة بشراء أنظمة مضادة للدرونز والطيارات المسيرة من شركة أمريكية، وعن اتفاقات على تعاون مشترك، شغلات زي ربط أنظمة الدفاع السعودية بأنظمة أمريكية متطورة بحيث يكون عند وزارة الدفاع قدرة للوصول على معلومات وبيانات حديثة تزيد من سرعة استجابة أنظمة دفاعها الجوية. يعني ما ينطلق صاروخ في المنطقة إلا وعندك خبر من أنظمة أمريكا. كالعادة الأمريكان يحلبوك بعدين يجلدوك. قلنا لهم نظامهم الدفاعي غير محدث، ومنظومتهم الدفاعية ومركزهم القيادي يفتقرون للكفاءة. طبعا عندك وزارة الدفاع السعودية رزحت تحت وطأة الفساد 50 سنة من الفساد، ألين جاك صاحبنا مبس الذي يأكل ولا يشبع. يقول لك التقرير أنه في مشاكل من شهور بين الفريقين، الفريق السعودي والفريق الأمريكي، بخصوص طريقة استخدام بطاريات الباتريوت. ليه يا ترى؟ أحد المسؤولين يقول للصحيفة أنه كان في خلاف بيننا وبين الأمريكان في الأشهر الماضية لأن بطارية، بالله ركز في الكلام ده، ركز في الكلام ده، لأن بطاريات الباتريوت تحمي القصور وليس المنشآت النفطية. يعني أنت هل ما زلت محتاج أدلة أكثر تثبت أن هذه الجيوش العربية ليست مصممة للدفاع عن أرض الوطن، بل هدفها الأول والأخير حماية عروش الحكام؟ أنا ما أتكلم عن الجنود البسطاء، أتكلم عن قادة هذه الجيوش. إنها لا تحمي أوطاننا بل تحمي تلك العروش. أجل باتريوت، باتريوت في القصور يا مجرمين. بلغت المصروفات العسكرية للسعودية في السنوات العشر الأخيرة ما يقارب 1.5 تريليون ريال، بينما صرفت إيران أقل من 0.5 تريليون ريال. صرفنا 2 تريليون فوق اللي صرفوه، والنتيجة زي ما شفتوا قبل شوي. الفشل دركات، ولكن أن تفشل أمام عدو تنفق أنت على معداتك 6 أضعاف ما ينفق، هذه خطيرة جدا. ما حد يقول لا تنفق، من ضرورات الأمن القومي أن يكون للبلد جيش يحميه، لكن عاد ثالث أكثر إنفاق عسكري في العالم، وهذه النتيجة. أمريكا، بعدها الصين، بعدها إحنا، أكثر من روسيا، أكثر من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، أكثر من كوريا اللي في حالة حرب باردة من 70 سنة وتحت تهديد نووي، 4 أضعاف إسرائيل اللي بوسط منطقة رافضة لها ككيان. الفلوس هذه قاعدة تروح فين بالضبط؟ رقم تريليون على فكرة رقم ضخم، ولا يستوعب اللي حقين الماث. احنا قررنا نحول الوحدة مختلفة كلنا نفهمها،
سوينا حسبة بسيطة اللي هي كم موظف يستلم 10,000 في الشهر يمكن توظيفه لمدة 35 سنة بهذه التريليونات. 2 تريليون ريال يا طويل العمر توظف لك 476,000 موظف براتب 10,000 لمدة 35 سنة، تقريبا 500,000 موظف. طبعا هذه حسبة بسيطة، ما أخذت في الاعتبار أنه هذه الفلوس تكون مستثمرة ولها عائد سنوي وبالتالي تتكاثر وتكون قادرة على توظيف عدد أكبر بكثير، لكن أنا قلت أشتغل معاك بالشيء السهل اللي كل الناس تفهمه. محمد آل الشيخ وزير الدولة قبل 3 سنوات كان مصرح لبلومبرغ أنه من عام 2010 ل 2014 تم إهدار ما يقارب 1.5 تريليون في 4 سنوات فقط نتكلم. طب نحول 1.5 تريليون للوحدة اللي نفهمها، تطلع 357,000 موظف براتب 10,000 ريال شهريا لمدة 35 سنة. صلوا على النبي يا جماعة. تقرير آخر من بلومبرغ يقدر ما تم صرفه على مخصصات العائلة الحاكمة عبر السنين ب4 تريليون ريال. نحولها، هذه 950,000 موظف براتب 10,000 شهريا لمدة 35 سنة. قل لي، بدأت تتضح معك الصورة الآن؟ اسمحوا لي في الأخير أنا أقول كلمتين بخصوص التهمة الأكثر شيوعا هذه الأيام، الخيانة. أنا ما أدري إيش تعني لك كلمة ولا إيش تعني لك كلمة خيانة، لكن إذا لم تكن سرقة ونهب مال الشعب خيانة عندك فتعريف أن الخيانة مختلف. إذا لم يكن القضاء على مستقبل الأجيال القادمة من الخيانة بالنسبة لك فتعريف أن الخيانة مختلف. إذا لم تقر بخيانة من زج ببلادنا في حروب وأساء إدارة جيشها ولم يقم بحماية منشآت صناعتها الوحيدة خيانة فتعريف أن الخيانة مختلف. إذا لم يكن التخلي عن قضايا الأمة كقضية فلسطين خيانة من وجهة نظرك فتعريف أن الخيانة مختلف. وإذا كان عندك الصمت عن الحق والرضا بالظلم من الخيانة حتما يا صاحبي تعريف أن الخيانة مختلف. العين بعد فراقها الوطن لا ساكنا ألفت ولا سكنا ريانة بالدمع أقلقها ألا تحس كرا ولا وسنا ليت الذين أحبهم علموا وهم هنالك ما لقيت هنا ما كنت أحسبني مفارقهم حتى تفارق روحي البدن. هذه كلمتي أقولها وامشي، ألقاكم على خير، كونوا أحرارا. Thank you.